فتذهب إلى هذه القرية، تطالع في هذا الطفل. كان موقف مؤلم، مؤلم لما أتذكر هالقصة هاي. تألم للوعة أمه في غيابه ودموعها يوم عاد إليها بعدما تفطر قلبها حزنا عليه. ولدت عام 1944 في هذا البيت، عشت أجمل سنوات الطفولة وأجمل الذكريات التي اختزلتها ذاكرتي. المدرسة كانت بالنسبة لي عذاب، فقررت أن لا مهرب من هذه القسوة إلا الهروب من المدرسة كلية. في ظروف عجيبة جدا وصلت إلى مدينة الطائف. ما كنت في الطائف حوالي أسبوعين. خالي كبير القوم في هذه المنطقة كلف شخص، قال أذهب إلى الطائف وابحث لي عن هالولد هذا وجبه. وهنا رجعت وأنا فرح، يعني فرح وقلق. والدتي أيضا ما عاتبتني لأنها تعرف إني فعلا متألم الداخل ومتألم حينما عرفت ألمها. فكانوا يقولون لها إن في طفل في سني يشبهني في قرية بعيدة عن قرية، عن المكان اللي هي ساكنة فيه. فتذهب إلى هذه القرية، تطالع في هذا الطفل. كان موقف مؤلم، مؤلم لما أتذكر هالقصة هاي. كنت موفق أني تخرجت من الجامعة بدرجات تؤهلني أني أكون معيد في الجامعة. هنا كانت نقلة جديدة في حياتي. بدأت أعمل على مكاتبة ومراسلة الجامعات في خارج المملكة. بالقدر أن جتني موافقة من جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصلت إلى ولاية كانساس. صالحت زوجتي، أنا سأكون طالب متفرغ، عندي شغل كثير. فقال طيب وش المطلوب مني؟ قلت المطلوب عندنا طفلين. قلت المطلوب أن تتعلمي قيادة السيارة. كانت أول سعودية تقود السيارة في هذه المنطقة. حتى أنه كثير من زملائي انتقدوني وانتقدوا زوجتي مثل ما انتقدوني لما طالبت بقيادة المرأة بالسيارة هنا. فيما بعد قابلت أستاذتي اللي أصبحت مشرفة على رسالة الماجستير. قالت لي طالع على هذا الخريطة، خريطة العالم، قل لي أول شيء أين تقع منطقة عشية على الخريطة هذه. فوضحت لها، قلت تقع هذه. قالت نحن لا نعرف عنها شيء، ولكن أنت من سيعلمنا عنها. فلم يكتفي محمد آل زلفة بعشق قصة مسقط رأسه في عسير، بل نقل الشغف بها إلى العالم. بالصدفة شاركت في مؤتمر عقد في لندن وأنا لسه طالب في أمريكا بورقة عن منطقة عسير. ظهر لي واحد أستاذ التاريخ واللغة العربية في جامعة كامبريدج، البروفيسور سارجنت. قال لي إيش رأيك تتقدم عندنا في جامعة؟ في عام 1981 التحقت بجامعة كامبريدج. في عام 1987 أنهيت رسالة الدكتوراه. وبعد ذلك رجعت إلى المملكة العربية السعودية أستاذا في جامعة الملك سعود. أستاذ التاريخ والمثقف السعودي عضو مجلس الشورى السابق الذي ألهمته قصة هرب في طفولته ألا يهرب أبدا وأن يدافع عن قضايا مجتمعه بشجاعة من دون أن يلقي بالا للنتائج. كثير من القضايا اللي كنا نطرحها خاصة ذات الطبيعة المجتمعية كان البعض يشوفون أن فيها جرأة. كنت أطالب مثلا بتحسين مناهج التعليم، مواضيع اللي تتعلق بالمرأة، يعني إلى متى ونحن لا نعطي المرأة إلا هامش بسيط في حياتها المجتمعية. مثل هذه القضايا كانوا يرون أن فيها مخالفة للعرف. أنا تعرضت لكثير من الأذى ممن كانوا يعترضون على هذه الفكرة. بدأنا في مجلس الشورى، كنت أطرح آرائي بوضوح. البعض كانوا يعتقدون أن هذا الرجل الذي يتحدث بهذا الوضوح بهذا كذا أنه لن تمر عليه أكثر من دورة. طرحنا قضية المرأة وقيادة السيارة وآراء كثيرة جدا، إلا ورشح للدورة الثالثة متحدي لكل الصعاب والشتائم والمشاكل التي لا يعلمها إلا الله. وهذا ما جعلني أجمع كل ما قاله علان وفلان، أجمعه بحكم تخصصي كمؤرخ في مجلدين 1300 صفحة ليقرأوا أبنائنا في المستقبل التاريخ. إنه جلسنا نتجادل حول قضية قيادة المرأة 10 سنوات حسمت في ليلة واحدة برؤية واحدة يحملها سمو ولي العهد
بالرؤية السعودية 2030 هكذا أرى السعادة حينما أرى هذا الانفتاح الذي تشهد المملكة، لأنه مصدر الرضا الذي أرنو إليه. ليس المهم أن ننتصر في معارك الحياة، يبقى الأهم دائما أن نكون مؤمنين بما ندافع عنه، وأن تكون معاركنا عادلة.